مثل ما قلنا سلمجاني بالطبي رح يكون له مساحة وحصة كبيرة، واليوم أكيد رح نحكي عن احتشاء عضلة القلب كيف تحدث بشكل مفاجئ، هل هناك إنذارات مسبقة، ما هي طرق العلاج التدريجي، كل هي الأمور رح نحكيها بالتفصيل أكيد مع الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. وانت بخير يا رب. يسعد صباحك. خلينا بالبداية دكتور نحكي عن حالة احتشاء عضلة القلب، حالة بنسمع فيها وشائعة كتير وبتصير فجائية مثل ما بنعرف، شو مسبباتها؟ احتشاء العضلة القلبية بالتحديد هو انسداد احد الشرايين يلي بتغذي العضلة القلبية بالاكسجين. هالانسداد المفاجئ رح يخلي التروية تنقطع عن هالعضلة ورح يأثر على العضلة القلبية تأثير، وهذا التأثير حسب كبر الشريان رح يكون تأثير كبير وممكن يؤدي بالأخير لضعف العضلة القلبية، أو شريان صغير ما بيأثر عليها تأثير كبير. إذن الاحتشاء هو انسداد أحد الشرايين المغذية للعضلة القلبية ويلي بترافق عادة بألم صدري شديد في منتصف الصدر، ينتشر للذقن للطرف العلوي الأيسر إلى منتصف الظهر، يترافق عادة بتعرق غزير أو غثيان أو لعية في النفس أو نوب من الغشي وفقد الوعي، والألم عادة يكون طويل شوي. فهذا هو احتشاء العضلة القلبية، وهذا وقت تصير هالحادثة يجب تدبير المريض بأسرع ما يمكن، والوقت هو عامل له قيمة كبيرة في هيك ظروف. دائما لما يتسكر الشريان نحن لازم أول شغلة ننقل المريض إلى أقرب مشفى أو أقرب عناية مشددة، بنخاف أنه يوقف قلبه للمريض أو يصير عنده اضطرابات نظم خطيرة على الحياة مثل الرجفان البطيني أو تسرع القلب البطيني. هلأ لما يوصل للمشفى هنيك بيصير تحت العناية والرقابة ومراقبة القلب بشكل مستمر، بحيث أنه إذا صار شيء اضطراب نظم نحن نصلحه لحتى ما يكون في خطر على حياة المريض. والهدف الرئيسي بعد هالأزمة هو نحن نرجع نفتح الشريان بأسرع ما يمكن. شو بقدر أنا أعجل في فتح الشريان أكون أنا استفدت وحافظت على العضلة القلبية بحيويتها وأنه ما تتموت وتتأذى بشكل كبير. نعم. هلأ لحتى أفتح الشريان في عندي طريقتين. الطريقة الأولى هو أنه أنا أدخله للمريض إلى القفطرة القلبية وحاول الشريان المسكر افتح وحط له شبكة، أو أشوف شو يلي رح يطلع أثناء التصوير، ممكن إذا كان الموضوع هو قلب مفتوح ومجهزات إكليلية حاول دخله على العمليات والقلب الجراحي، وإذا كان شريان مسكر أهم شيء أنه أحاول افتحه بشبكة دوائية. هلأ إذا كان هذا الموضوع غير متوفر غير متاح، بعيد المريض عن مركز مثلا فيه تداخلات قلبية، ممكن أنا أحاول أفتحه بالطريقة الثانية اللي هي الأدوية. شو هي الأدوية اللي ممكن تفتح الشريان؟ هي الأدوية اللي بتحل الخثرة وبتخلي هالخثرة تذوب بحيث يصير في جريان للدم ضمن الشريان. حال الخثرة موجود ومتوفر في بلدنا، والحال الخثرة الموجود حاليا هو الاستربتوكيناز، يجب أن أسربه بسرعة، إضافة إلى العلاجات الدوائية الأخرى المكملة. دكتور نحن عم نحكي عن أمر يحدث بشكل مفاجئ وأعراض مفاجئة ويتطلب يمكن سرعة نقله إلى المستشفى، وهي يمكن شرط أساسي بالعلاج إذا بدنا نقول. طيب دكتور ممكن يكون موجود إنذارات لاحتشاء عضلة قلب، أعراض ممكن يمرق في أعراض سابقة تنذر بوجود بحدوث احتشاء عضلة القلب؟ عادة المرضى قبل ما يصير عندهم احتشاء عضلة قلبية ممكن يشكوا من آلام خناقية. المريض مثلا لفترة معينة ممكن على الجهد أو أثناء ممارسة جهد معين يصير عنده ألم خناقي، هذا الألم الخناقي يزداد بالجهد، يخف بالراحة، يخف بتناول أدوية معينة بتوسع الشرايين مثل النيتروغليسيرين. هدول هن المرضى المهددين بالاحتشاء العضلة القلبية. وعادة المرضى اللي هن عرضة لاحتشاء العضلة القلبية هن المرضى عالي الخطورة. شو هن المرضى عالي الخطورة؟ المرضى يلي بدخنوا، في عمر متقدم، ذكور عادة، في
في عندهم ارتفاع بشحوم الدم أو الكوليسترول وخاصة الLDL كوليسترول، مرضى السكري، وفي عامل وراثي أحيانا بتلاقي الأم أو الأخ أو الأب في عنده احتشاء عضلي قلبية سابق، فهن هدول هن المرضى عالي الخطورة. هلأ لا شك أنه يعني العلامات المنذرة هي الألم الخناقي، ولذلك نحن نصيحتنا لكل مريض عم يصير عنده ألم خناقي، ألم صدري أثناء الجهد والمشي وطلعة الدرج أو ممارسة جهد معين أو نتيجة شدة نفسية معينة، لازم نحن ننصحه أنه يراجع الطبيب، لأنه نحن وقت نحل المشكلة قبل ما يسكر الشريان بنكون أنقذناه للمريض. دائما الاحتشاء لما يصير رح يساوي أذية في العضلة القلبية، وهذه الأذية كل ما تأخرنا بفتح الشريان رح تكون أشد وأكبر، وكل ما كان الشريان كبير رح تكون الأذية والتأثير على العضلة القلبية أشد وأكبر. وممكن توصل المريض بالأخير إلى قصور قلبه، خاصة إذا كان الشريان المسكر هو الشريان الأمامي النازل. ولذلك كل المرضى اللي بيصير عندهم ألم خناقي لازم أنا هدول المرضى يراجعوا الطبيب، الطبيب في عنده طرق معينة لحتى يقوم بتقييمهم، بيخطط لهم قلبهم، بيشوف إذا كان هذا الألم هو ألم فعلا من منشأ قلبي وفي شريان متضيق، لازم نحن نساوي له قفطرة ونفتحه، نفتح التضيق أو نوسع الشريان في مكان التضيق لحتى ما تصير هالأزمة. الأزمة لما تصير هي خطرة على حياة الإنسان. طيب. وقسم كبير من المرضى ممكن يموتوا أثناء نقلهم للمشفى، وهو هون الكارثة. طيب، وهون كان بدي أسألك دكتور، إذا شلنا عوامل الخطورة اللي حضرتك تحدثت عنها بالبداية اللي هي تدخين المرضى، السكري الضغط أو حتى السمنة أحيانا لأنه تعتبر من عوامل الخطورة بأمراض القلب، هل ممكن ينصاف فيها الشباب والسيدات بعمر صغير؟ ومين أكثر عرضة؟ يعني هل الرجل معرض أكثر لهذا النوع من الإصابة ولا السيدات؟ دائما لما يكون نحن عنا عوامل خطورة متعددة لحتى نحمي المريض ما يوصل لهالأزمة القلبية اللي هي خطرة على حياة الإنسان، يجب ضبط عوامل الخطورة. كيف ضبط عوامل الخطورة؟ هلأ عوامل الخطورة بينقسموا لقسمين. القسم الأول هن الناس يلي عندهم عوامل خطورة لا يمكن التحكم فيها، مثل واحد عنده وراثة، أبوه عنده احتشاء عضلي قلبية، هو ما بيقدر يعني يلغي هذا الموضوع، مثل مريض عنده على سبيل المثال داء سكري أو ارتفاع توتر شرياني، خلص هذا المرض موجود. لكن شو دور الطبيب بهالفترة هاي؟ هو أنه نحن نضبط عوامل الخطورة إلى أكبر حد ممكن. المريض يلي عنده على سبيل المثال ارتفاع توتر شرياني، لحتى أنا أحول بين مضاعفات ارتفاع التوتر الشرياني والوصول لهالأزمة القلبية هي، أنه أنا أضبط ضغط الدم. المريض لازم يمارس الرياضة، يحافظ على وزن مثالي، يبتعد عن التدخين قدر المستطاع، يتجنب الملح ما أمكن، ويحافظ على تناول الأدوية التي تخفض الضغط بشكل مستمر وما يسمح لضغطه بالارتفاع. هلأ المريض اللي عنده داء سكري يجب ضبط السكر إلى حد كبير، ممكن نضبطه نحن بتغيير نمط الحياة، ممكن بالأدوية اللي بتساعد على ضبط السكر، ممكن بخاصة سكر الدم الفموية مثل مركبات السلفونيل يوريا، وإذا ما انضبط السكر بنلجأ للأنسولين بدون ما نتأخر أبدا. فأنا هدول عوامل الخطورة اللي أنا بقدر أتحكم فيهم لازم أضبطهم إلى حد كبير. يبقى السكر دائما ضمن الرينج أو ضمن الكمية أو ضمن المقدار المسموح فيه، ارتفاع الضغط يجب دائما يبقى ضمن الأرقام التي تحافظ على صحة المريض بشكل جيد. هلأ لا شك أنه في عوامل خطورة ثانية نحن هي بإيدنا ممكن نتحكم فيها بسهولة، على سبيل المثال اللي هي التدخين. التدخين يمكن تركه ويمكن التوقف عنه ويمكن امتناع عنه، لا شك أنه الحركة لها دور بالموضوع، الرياضة وممارسة الرياضة والنشاط الفيزيائي له دور بالموضوع، لا شك تجنب الدهون والدسم وخاصة الزيوت المهدرجة أو الزيوت اللي موجودة في أطعمة المطاعم والأسواق، هي فيها زيوت مهدرجة كمية عالية، فهدول يفضل مو ممنوع، يفضل تجنبهم ما أمكن. فأنا في عندي عوامل خطورة ممكن أنا أضبطها وأتحكم فيها، وفي عوامل خطورة لا شك أنه هي مفروضة علي فأنا يعني ما بقدر أتجاوزها أو أتحاشاها. هلأ بالنسبة للسيدات لا شك أنه هن يعني أقل عرضة من الاحتشاء العضلة القلبية من الذكور، بسبب
الهرمونات يلي هي موجودة عندهم وبتحميهم من احتشاء العضلة القلبية. ونحن نعتبر الذكورة هي أحد عوامل الخطورة المؤهبة للاحتشاء. ونحن حاليا صرنا نشوف يعني مرضى التصلب الشرياني والداء العصيدي والداء الإكليلي والأزمات القلبية المفاجئة صرنا نشوفها عند الصغار بالعمر، وهالشيء مرده غالبا إلى التلوث الغذائي، إلى انتشار التدخين بشكل واسع، إلى العادات السيئة يلي نحن عم نعاني منها. تمام. هلا إذا بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم دكتور، في حال أصيب أحد الأشخاص يمكن باحتشاء عضلة قلبية، هل هناك إسعافات أولية ممكن الشخص الموجود بالقرب منه بينما إجا الإسعاف إذا بدنا نقول، أو لا هو الحل الوحيد نقله إلى المشفى؟ الأزمة القلبية أنا يعني بدي لازم كل الناس يعرفوا إنه أي ألم صدري شديد مترافق بتعرق أبدا عدم التأجيل أو التأخر في الذهاب إلى المشفى، يجب الذهاب إلى المشفى بأسرع وقت ممكن. كل ألم صدري من الشرسوف إلى الذقن يجب حمله على أنه هو هذا الألم يحمل قد يحمل خطورة على الحياة. ولذلك أهم من أي عامل آخر، مريض صار عنده ألم صدري، نحن إذا كنا بالبيت نريحه للمريض، نحاول ننقله ما نساوي له جهد زيادة، ننقله بأقرب، إذا كان في سيارة إسعاف طبعا يكون أفضل، إذا ما كان في سيارة إسعاف ننقله بالسيارة الموجودة والقريبة بأسرع ما يمكن للمشفى. هون هو خدمة المريض وإنقاذ المريض، أنه أنا أنقله إلى أقرب مشفى أو أقرب مركز صحي مجهز بحيث إذا وقف قلبه للمريض أقدر أنعشه. هلأ بالمشفى طبعا هن رح يقوم طبيب الإسعاف بتقييم المريض. دائما عادة في أدوية بتفيده كتير وبنعطيها نحن، مثل الأسبرين، مثل الأدوية القالبة للخميرة، لازم نسكن له ألمه للمريض، لازم نريحه للمريض، ونحاول نفوت بالموضوع الأهم يلي هو فتح الشريان. فإذا كان المريض أسعف إلى مركز متطور أو متقدم أو اختصاصي في أمراض القلب، هون بيدخل للقسطرة بشكل إسعافي. إذا ما كان موجود يبدأ بحالات الخثرة. طبعا في أدوية كتير بتفيدنا نحن لهدول المرضى يلي هن على سبيل المثال الأسبرين والكلوبيدوغريل والمركبات الإيس ومركبات الاستاتينات يلي هي تخفض الLDL كوليسترول. وهناك أدوية مهمة جدا في العلاج يلي ممكن تحمي المريض من اضطرابات النظم مثل حاصرات بيتا. إذا أنا بالبيت ما بقدر ساوي للمريض شيء وما بعطيه شيء نهائيا غير أنه أنا ريحه، ما أساوي حواليه ضغط كبير، أنقله إلى أقرب مركز إسعافي. والتدبير دائما هو في المشفى وفي مركز الإسعاف، ولا يتم إعطاء المريض أي شيء في المنزل. أكيد كل الشكر لك دكتور، وأكيد الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور.